السلام عليكم. اليوم نور لكم تصريح نتاع والي ولاية الجزائر العاصمة حول المشاريع الهامة جدا التي تقرر إنجازها في ميدان المواصلات. إذن بدون إطالة نخليكم تابعوا هذا الفيديو اللي يعطينا كل تفاصيل وفيه مشاريع جديدة. على كل حال أترككم تتابعون والسلام عليكم. سيد الوالي، ربما أعدتم إطلاق المخطط الاستراتيجي للعاصمة وإعادة تسميته بالنظرة الاستراتيجية لتهيئة وإعادة تأهيل العاصمة وترتيبها. ماذا بالنسبة للمشاريع غير المنطلقة المسجلة سابقا وإعادة تأهيلها؟ إلى أين وصلت ربما العملية؟ هذه النظرة الاستراتيجية احنا سميناها نظرة استراتيجية اللي قلنا ترتكز على الربع مخطط اللي تكلمت عليها. هي فيه المخطط الاستراتيجي، هذا راه قديم يعني لازم له الميزاجور كما نقولوا، وما كانش يعني كانت فيه رؤيه برك، ما كانش دراسات يعني دقيقه، ولا حنا قمنا بالدراسات وكان دراسات اخرى اللي راهي في طور الانجاز باش ننطلقوا في الاشهر يعني اوبيراسيونال. حنا البروغرام هذا النظره هذه تاعنا يعني عمليه اوبيراسيونال. تكلمت قبيلة على المحطة المركزية للسكه الحديدية، دراسات جارية. عندنا ثانيت قمنا بدراسة ما خليتنيش قبل نتكلم على المترو ولا وقفتني سيدة باريزة. قلت المترو راه يعرف توسع حاليا نحو المطار، نحو برقي، ونحو باب الواد. فيه دراسة أخرى من باب الواد إلى ولاد فايد وإلى ضرارية. هذه الدراسة قد تمت. فيه كذلك بالنسبة للتراموي راح يتوسع بين رويسو حتى البيرمون درايس لاكوت، وفيه توسعة أخرى من حي زرهوني إلى برج الكيفان على طول 100 كيلومتر و700. هذا علاش حاليا كي نجوا من برج الكيفان ندخلوا حتى الباب الزوار ونعاودوا نديروا توت ان ديتور باش نعاودوا نولوا نخسروا 20 دقيقة في المسار هذاك. هذا ربما راح إذا انجزناه راح نقتصد 20 دقيقة في المسار. وقمنا بدراسة أولية لتحديد رواق اللي يقدر يكون فيه يعني مترو سواء سوتيرا ولا اون ايريان. احنا درنا اون سيمولاسيون بالمونوراي، هذا لو مونوراي هو مترو ايريان، الطول الإجمالي تاعو حوالي 67 كيلومتر، يعني فيه دو لين. الأولى تبدا من حي مختار زرهوني يكون فيها يعني تقاطع مع التراموي وتمر على واسمها لاسافيكس، ومن بعد جامع الجزائر صابلات وتطلع حتى لاكوت وتكمل حتى لسيدي عبد الله زيرالدا سيدي عبد الله يمشي مع لاروكات سود. لا دوزيام لين تبدا من واد سمار عندها تقاطع مع المحطة المترو اللي راهي في طور الإنجاز قدام جامعة الواري بومدين، ويجوز كما ملعب نيلسون مانديلا ويكمل على ماروكات سود حتى لاكوت. لاكوت يعني بالمونريك وين يكون تقاطع مع لا بروميير لين، من تم يحبط على دير خادم على يتبع يعني طريق سريع هذاك تاع اللي يدي البوليدة، يهبط لبير خادم يدخل على عين الملحة واد سمار عنده دوك تقاطع ماشي واد سمار سمار دي كونستانتين. كاينه ثاني تما محطه تاع المترو اللي راهي في طور الانجاز يكون تقاطع معاه، ومن بعد يوصل حتى البرتوتا. برتوتا على مستوى الطريق شرق غرب وين يكونوا بعد دي باركينغ غولي، هادو سي دي باركينغ باش الناس اللي تجي من الولايات المجاوره والولايات الاخرى يجي يقدر يركن السياره تاعو وياخذ هاد هذه الوسيله هذه. هذا هو يعني احنا نحاول يعني كما ما هو معمول به عالميا يعني هذه هي النظره اللي احنا كاش نحوسوا. كاين الناس راهي تستعمل الحافلات، هذوك ما كاش مشكل معاهم، المشكل راهو مع الناس اللي تستعمل السيارات الخاصه. نحاولوا كيفاش كما بولي دي سيادي كما نقولوا باش يخلي السياره تاعو ويروح لوسيله اخرى. من لازم وسيله تكون جذابه كما المترو كما حاجه كما نقولوا موان ترونسبور دو كاليتي.